في ظل هذه الخروقات أو الهجمات أو الوضع الأمني بشكل عام، هل الأرضية مناسبة للانتخابات في كركوك أقصد؟ يعني كيف سيؤثر الوضع الأمني على الانتخابات؟ يعني في مناطق مؤثر، في مناطق مؤثر مثلا، مؤثر مثلا في جنوب داقوق، مؤثر في جنوب الرشاد، مؤثر يعني المواطن عنده عزوف، ليس لديه قدرة على مخاطرة بحياته لكي يأتي إلى مركز انتخاب، ربما يتعرض يعني يخاف من المجهول. هو أكو عزوف بالعراق كله مو بس في كركوك، في يعني طبعا في المناطق الساخنة أيضا أكو يعني عند المواطن هاجس لأن الانتخابات لم تأتيه بشيء، ربما هذا أيضا الفكر موجود. فلهذا دائما نسب المشاركة في العراق متدنية سواء في كركوك أو غير كركوك، لكن في المناطق الساخنة أكيد المواطن لا يجالس. لا تنسينا الوضع العشائري، يعني مثلا إذا كان المركز الانتخابي في وضع قلق وبعد 20 كيلومتر ماكو ذيك القدرة لأخذ عائلتك حتى تذهب، يذهب الشخص مثلا اللي قادر على الذهاب، بينما لا تذهب العائلة المتبقية خصوصا في مسألة النساء. طالبت الجبهة التركمانية بتأجيل انتخابات ليومين، أي إجراءها في 12 من أكتوبر، هل أنتم مع هذا الاقتراح؟ هذا جزء من مقترحنا. يعني ما حد ينكر أنه ما حصل في انتخابات 18 كارثة، كارثة بمعنى الكلمة في التزوير والتلاعب بالقضايا الإلكترونية، وهذا مثبت أيضا. فبالحقيقة كركوك نحتاج لها إلى انتخابات تمثل واقعها حقيقي، ليس مهم من هو أكثر من هو أقل. لكن مماذا سيغير بس يومين؟ لا، هي بالحقيقة الغاية منها احنا ردنا المكتب الوطني للمفوضية يأتي ينهي الجدل بين المكونات ويكون هو المشرف على الانتخابات. هي هذا اللي الغاية منها. نحن نريد لا نقول انه اذا كان رئيس المكتب في كركوك من الكرد الكل تشكك بانه يعمل لصالح المكون، اذا كان من التركمان يشككون الاخر، واذا كان من العرب يشككون الاخر. فالمكتب الوطني ليس له مصلحة في هذا الطرف، فلذلك كان مقترح، طبعا هذا مقترح مهم وملح ايضا، حتى تيجي المكتب الوطني. عندما يجي المكتب الوطني وين راح نشتكي؟ ما يبقى احد نشتكي عنده، لذلك لانه شكاوينا اذا صارت محلية ستذهب ونبحث عن النتائج من المكتب الوطني. المكتب الوطني يجي يشرف على الانتخابات هو يوم واحد، وبذلك اهل كركوك حتى اذا كان هناك خلافات بسيطة نقول أكثر من هذا الحل ما عاد. هل هنالك رد إيجابي على هذا المقترح أو الطلب؟ أكو نقاش. علموني في المفوضية أنه حصل نقاش لكن لا يوجد قرار. في الحقيقة لا يوجد قرار. لا يوجد قرار في ذلك، في يعني في التأجيل أو في مجيء لجنة تشرف على الانتخابات، لكن يدور في أروقة المفوضية مثل يعني مناقشة مثل